بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أتقدم بأسماء آيات الشكر والامتنان لمنظمي هذا المؤتمر لإتاحة الفرصة لي أن أتحدث حول التطرف والإرهاب آملا المولى تعالى أن يوفق هذا المؤتمر للخروج بنتائج كبيرة وعملية في مواجهة التطرف والإرهاب وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويسدد خطى الجميع على طريق الخير لضيق الوقت سأمسخ كلمتي ببضع نقاط أيها الأحبة عندما ندرك أهمية الأمن ندرك مدى الضرر الذي يسببه التطرف والإرهاب ومعلوم ان الامن هو ان يامن الانسان على دينه ونفسه وعرضه وعقله وماله وهو ما يعرف بامن الضروريات الخمس والتي نصت جميع الشرائع السماويه على اهميه المحافظه عليها فالامن هو من نعم الله العظمى التي امتن بها على عباده وينبغي علينا ان نستشعرها ونشكر الله عليها ونحافظ على مقوماتها حتى يحفظها الله لنا وهذا من باب واما بنعمه ربك فحدث وقال صلى الله عليه واله من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما لا يخفى على احد مدى الضرر الذي يلحقه الارهاب بصوره الدين ومدى التاثير الذي يتركه على حضوره وامتداده عندما يكون الارهاب منطلقا باسم الدين ومتلبسا بلبوس الدين فيوحي بان الدين هو مشكله الحياه ومن هنا فان العالم الاسلامي يعيش اليوم مرحله هي من اصعب المراحل واشدها حراجه بعدما استطاعت القوى المستكبره ان تنفذ الى جسد هذه الامه وعبثت فيه ايما عبث مستفيده من عناصر الضعف الموجوده داخله هنا نقول من الطبيعي ان تسعى هذه القوى بكل جهدها لاحداث الفتن داخل هذا العالم، لابعاده عن الاهتمام بقضاياه بقضاياه المصيريه، والاضعاف ونهب ثرواته وقدراته. من هنا نحن بحاجه وانطلاقا من هذا اللقاء المبارك، الا نكتفي بوضع اللوم على الاخرين فيما وصلنا اليه بقدر ما نسعى لبذل كل جهودنا من اجل معالجه هذا الجسد المترهل باخراجه من ضعفه كي لا تدخل اليه جراثيم الفتن وتجد فيه مسكنا امنا لها ان نعالج الجهل المطبق الذي يحدق بمجتمعاتنا جهل المسلمين ببعضهم البعض ان نعالج القطيعه الملحوظه بين العلماء والحركات الاسلاميه والدول لوجود خلل اساسي او مذهبي او في النظره الى هذه القصه او تلك فنسارع غالبا الى عدم التواصل وللاسف ان نعالج الخطاب الاسلامي ان نعالج المنطق التكفيري الذي بات يجد له اكثر من بيئه حاضنه هذا المنطق الذي خرج من كونه حاله ثقافيه فكريه الى استباحه دم من يكفر. اننا نرى المسؤوليه تقع على عاتقنا جميعا في العمل لاصلاح الخلل الحاصل في علاقه في علاقه المسلمين حيث يقول الله تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ونحن نرى ذلك ممكنا من خلال عده امور. أولاً الحضور في كل ميادين الخلافات وعدم تركها تتفاعل وهذا يحتاج إلى وجود جهة حاضرة تساهم في إطفاء نيران الخلافات حتى لا تمتد ولا يدخل أعداء هذه الأمة على خطها وهنا نجد دور لجنة المساعي الحميدة أن تكون حاضرة دائماً ونحن نرى ان لغه الحوار لها جمهورها الواسع عندما يتم الدعوه اليها والتذكير بها ثانيا تعزيز وتطوير الجهود من اجل التاكيد على القواسم المشتركه على ان لا تبقى مرهونه بالعلماء والمثقفين بل تصل الى مواقع المجتمع ثالثا تعزيز الفضائيات والاعلام الوحدوي والخطاب الوحدوي وهنا ياتي ايضا دور المرجعيات الدينيه والعلماء في تعزيز هذا الخطاب وتفعيله فلا نترك الساحه للفتاوى القاتله او الباعثه للفتن رابعا ترشيد الخطاب الاسلامي ليكون خطابا ينطلق من قوله تعالى وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي احسن ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. خامسا: تعزيز الحوار كاساس في علاقه المسلمين سواء على مستوى الدول والحركات والجماعات والافراد. وهنا لابد من تشجيع كل منتديات الحوار ودعوات الحوار في جميع المجتمعات الاسلاميه خاصه. سادسا: العمل لأن لا يكون هنا أقل أقليات إسلامية تنتمي إلى مذهب هنا أو مذهب هناك فالمسلمون لهم حقوقهم في كل البلاد الإسلامية بعيداً عن التقسيمات المذهبية وكذلك الطوائف والقوميات. سابعاً دراسة المرتكزات الفقهية والدينية والواقعية التي ينطلق منها المنطق التكفيري. وتبيان عدم انسجامها مع قواعد الاسلام المبنيه على الرحمه والمحبه. ثامنا عدم وجود صيف وشتاء واحد في المواقف بحيث يكون العدل هو اساس المواقف لكونه عنوان عنوان الاسلام وكل الرسالات السماويه. تاسعا ان يتم الاخذ بالمقدس كالقران الكريم والاستناد الى المتواتر من السيرة واما ما دون ذلك فيجب اعادة قراءته اما بتوضيح مقاصده كما تفضل فضيلة الشيخ بما لا يقبل الشك واما برفضه وضربه بعرض الحائط ان خالف القران الكريم وثوابت الدين لقد بات الكثيرون من العاملين للوحده الاسلاميه يشعرون اليوم بالاحباط وبعدم جدوى ما يقومون به او ما يدعون اليه وهم يشاهدون امام اعينهم تصاعد التوتر المذهبي الذي لم يعد يقف عند حد الخلاف العقائدي او الفقهي او الفكري بل تعداه الى حد استباحه الدم من خلال القتل والذبح والتفجير وفتاوى التكفير، انظروا عدد الفضائيات التي تبث التفرقه في فيما الوحده ليس لها منصه متخصصه، بل نراها تعتمد على توجهات في بعض المحطات وعلى المبادرات المشكوره لهذا لا بد من الشجاعة والجرأة في أن يبادر كل في ساحته وفي, إطار وفي إطاره الديني والمعرفي لتنقيح الموروث الديني الذي تستند إليه الجماعات التكفيرية لتبرير إجرامها لهذا نقول أنه لعلنا نحن العلماء أكثر من غيرنا ينتظرنا الكثير من العمل نظرا أن الإرهاب في جله يسعى الى التلبس بلباس الدين وعباءته لتبرير افعاله وجرائمه ومن ذلك يستمد مقومات استمراره ففي ظل كل دعوات الغاء الاخر واقصائه وتكفيره ورفضه لانه اخر اننا مدعوون ها هنا وكل من موقعه الى ان نخرج الى الضوء صوره الاسلام كما هو وسطي حواري منفتح على الاخر الاسلام الذي يرفض التعصب حتى للاسلام نفسه الاسلام الذي يتنكر للعنف اللهم الا عندما لا يتوافر اي علاج اخر ويكون بمثابه عمليه جراحيه تشكل استثناء للقاعده الاسلام الذي يستلهم دوله رسول الله صلى الله عليه واله التي قامت على اساس عقد اجتماعي مميز سمي بوثيقه المدينه، تحترم فيه خيارات الانسان في العقيده حيث لا اكراه في الدين. ويتمايز الناس فيها لا على اساس اديانهم ومذاهبهم، بل على اساس التقوى التي تؤسس المواطنيه الصالحه. دوله عنوانها العدل حتى مع الذين تختلف معهم. ايها الاحبه، إن القضاء على الإرهاب لا يتم إلا عندما تستنفر جهود العلماء والمفكرين والواعين في مواجهته، فلن تعالج المشكلة ما لم يُستأصل التطرف من العقول ومن النفوس، وما لم نُعد النظر في النصوص التي تخالف وسطية الإسلام. إذا لابد لنا من معالجة هذه المشاكل. وليس فقط بان ناتي من عالم من هنا ومن هناك ليبين ما يبين لنا ان هذا حرام وذاك حرام بل القضيه هي علينا ان نعيد لكل انسان عقيدته الصحيحه نعيد له عقيدته الصحيحه علينا ان نتوحد فيما بيننا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ان اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ولا اريد ان اطيل اكثر اقول الوحدة حياه والفرقه موت فيما التفرق والكتاب المرجع قلبا الى قلب يضم ويجمع فيما التفرق والنبي محمد ينهى عن الصف الشتيت ويردع الوحدة البيضاء نهج نبينا فعلام نهج نبينا لا يتبع الوحدة البيضاء صخرة عزنا فعلام صخرة عزنا تتصدع الدين دين الله لا دين الهوى فتوحدوا بطريقه وتسرعوا يا من تفرقنا وتنقض صفنا هبطت عليك مصيبة لا ترفع أخيرا نتطلع إلى ضرورة تعزيز لغات الحوار والطلاق على كل المستويات لا سيما المواقع الدينية الفاعلة ويبقى الأساس هذا المشهد مشهد الطلاق الذي نريده أن يكون القاعدة في علاقتنا فاللقاء المبني على الحرص على صورة الإسلام وعلى استقرار أوطاننا ونهوضنا سيساهم في حل الكثير مما نعانيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته